السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوف فيه مع بعضياتنا طريقة عمل ملاقية الضفيرة بجوج ديال الغرزات. كاينه ملاقية الضفيرة بغرزة واحدة، ان شاء الله غادي نخدمها معكم من بعد. ودابا غادي نشوفوا ملاقية الضفيرة بجوج ديال الغرزات، الشكل ديالها رائع جدا ومناسبة انكم تخدموها اسفل نصف طوق. بطبيعة الحال تقدر تلاقي بها الجلابة كاملة فكتجي رائعة جدا. اول حاجة غادي نثبت الخيط لتحت ومن بعد نعود نرجع نثبته الفوق بهذا الشكل. لاحظوا معايا مزيان، هذا الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات ورقم الابرة 6. المهم هذه 6 اللي انا خدمت بها، ممكن تخدموا برقم الابرة 5. اول حاجة كديريها وهي جوج ديال الغرزات كيف ما خدمت الان، ومن بعد كتخلي الخيط الفوق بهذا الشكل وترجعي للثوب وتخدمي هاد الضربه الثانيه. حاولوا انكم تحسبوا الضربات اللي في الثوب لانهم مهمين بزاف. كتهبطي الخيط لتحت وترجعي تخدمي هاد الغرزه هذه الاولى، وكتخلي كذلك الخيط لتحت وتمشي تخدمي الغرزه الثانيه بهذه الطريقه. من بعد غادي نمشي نخدم الضربة الثانية في الثوب بهذا الشكل. والآن غادي نرجع نهبط بجوج ديال الغرزات، هذه الغرزة الأولى وكذلك الخيط الفوق، وغادي نرجع نخدم الغرزة الثانية. من بعد كتخلي الخيط الفوق وتعاودي ترجعي ديري الضربة الثالثة في الثوب. هنا عندي 3 ديال الضربات في الثوب لتحت وجوج الفوق، هادشي معنيته بلي الان غادي نبداو نخدمو الملاقية. فكتمشي ما بين الضربة الاولى والثانية اللي كنا خدمنا وكديري حبكة، هادكشي علاش خلينا الخيط الفوق باش تعطينا حبكة. من بعد كتهبط الخيط لتحت وكتمشي لهاد الغرزة هادي الفوقانية، وغادي ديري غرزة عادي، تحاولي هنا تجري الخيط. فالان خدمنا حبكة ومن بعد درنا غرزة، دابا غتهبطي الخيط لتحت وديري هاد الضريبة هادي في الثوب. عندي دابا 3 ديال الضربات في الثوب، كتمشي ما بين الاولى والثانية ما بيناتهم وكديري حبكة. لاحظوا معايا ان الخيط كيكون هابط لتحت باش تعطيكم حبكة. الان غادا تهبطي تخلي الخيط الفوق، لاحظوا معايا مزيان، وغادي تحاولي انك تمشي الغرزة اللي لتحت، تما غادي نبانو لك بحال كاينين جوج ديال الخيوطة، غتمشي تهبطي لهذاك الخيط اللي لتحت هو اللي تخدمي فيه. من بعد غادي نديرو غرزة في الثوب بهذا الشكل. دابا كتطلعي الخيط الفوق وغادي نخليو هاد الفراغ الاول ونمشيو لهاد الثاني اللي حداه باش تقدري ديري حبكة. والآن غادا تهبطي الخيط لتحت وتمشي لهاد الغرزة هادي اللي كتكون الفوق وكتخدمي غرزة بهذا الشكل. غادي نهبطو الخيط لتحت ونمشيو للثوب ونديرو غرزة. الآن كتهبطي الخيط لتحت وغتخلي الفراغ الأول أو ما بين هادوك جوج ضربات الأولين وكتمشي اللي حداهم وكتخدمي الحبكة. ودابا غادا تطلعي الخيط الفوق وديري غرزة هنايا في هاد النقطة هادي، ومن بعد غادي نمشيو للثوب ونديرو هاد الغريزة هنا بهذا الشكل. والآن كالعادة ضروري غادا تخلي الخيط الفوق باش ديري حبكة. فهاد الملاقية هادي راها ساهلة، دائما كتخدمي حبكة ومن بعد كديري غرزة. هنا شويه يعني بقايا الله بديت ما كتبانش مزيان، فاش غادي نبدل الخيط غادي نستعمل هنا جوج الالوان، غادي تولي تبان لكم الخدمه واضحه اكثر. Thank you.
غادي نبدل الخيط. طبيعة الحال ممكن انكم تخدموا بلون واحد، المهم انا فضلت نخدم بجوج الالوان باش تبان لكم يعني الشكل يبان لكم مزيان. فغادي نحاول انني نثبت الخيط الجديد بهذه الطريقة هذه، ومن بعد مباشرة كتخلي الخيط لتحت بهذه الطريقة، وغادي نمشي لهاد الفراغ او ما بين هذوك جوج ضربات اللي كيكونوا في التوب، وغادي ديري حبكه بهاد الطريقه. من بعد كتطلعي الخيط لفوق وكتمشي لهاد الغريزه هذه اللي كتكون لتحت وكتخدمي فيها غرزه، ومن بعد كنعاودو نثبتو الخيط في التوب بهذا الشكل، ومباشره كتلوحي الخيط لفوق وكتجي لهنا وديري حبكه بهاد الطريقه. من بعد غادا تهبطي الخيط لتحت وتمشي لهذا الراس الفوقاني وتخدمي فيه غرزه. هنا حاولوا انكم تجمعوا هذوك جوج الخيوطه، يعني هذوك جوج الالوان بجوج بالنسبه اللي غادا تخدم بجوج الالوان. ودابا غادا تديري واحد الغرزه في الثوب بهذا الشكل، ومن بعد كالعاده غادي نبقاو غاديين حبكه، ومن بعد تديري من موراها غرزه بهذه الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الضفيره هذه. الطريقه ديالها سهله وفي نفس الوقت كتجي يعني على جوج الغرزات. بالنسبه اللي بغات الضفيره على غرزه واحده حتى هي كتجي انيقه وزوينه بزاف. ان شاء الله غادي نعاود نخدمها معكم، غادي نخدمها في جلابه مخزنيه ان شاء الله، غادي نشاركها معكم وغادي نوري لكم. المهم غادي نوري لكم تفاصيل كامله ديال الملاقيه وحتى الخدمه اللي غادي ندير في هاد الجلابه هذه. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين. كنتمنى ان هاد الملاقيه تنال الاعجاب ديالكم.